السلام عليكم. الجزائر مباشر وفي الحدث الليلة. الجزائر تجدد التزامها الثابت لصالح تحقيق التحول الهيكلي والتنوع الاقتصادي في إفريقيا، وتدعو إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك. وفي الملف الدولي في المغرب، المخزن يواصل انتهاكاته للأعراف الدولية ويضاعف من اعتداءاته على حقوق الإنسان. تحية طيبة إليكم مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الجزائر مباشر. إذن شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة بن يامي في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي ينعقد في إطار التحضير للقمة الاستثنائية حول التصنيع والتنوع الاقتصادي بالقارة، وكذا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمزمع عقدها بعد غد الجمعة. هذا الاستحقاق القاري الذي يندرج في سياق دولي يتسم بتنامي الأزمات والتوترات الجيوستراتيجية يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجزائر التي لا يزال التزامها الإفريقي ثابتا. للحديث عن دور الجزائر في الاتحاد الإفريقي أسعد باستضافة ضيفي البرنامج، كل من البروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك سيدي. مرحبا سيدتي. شكرا لك. ومعنا أيضا يحضر معنا الخبير الاقتصادي حمزة بوغادي. أهلا بك سيدي. أهلا وشكرا استضافة. مرحبا. نعم، إذا نبدأ معك بروفيسور صايج. إذا يبدو جليا أن الجزائر تسعى إلى استعادة ثقلها الدبلوماسي الإقليمي والإفريقي، وهذا طبعا تجسيدا لالتزامات 54 للسيد رئيس الجمهورية. لو تحدثنا عن أبرز صور ربما عودة الجزائر إلى عمقها الإفريقي. طبعا هو في البداية كما أشرت الالتزامات سيد رئيس الجمهورية خصوصا فيما يتعلق بالدبلوماسية عودة على أساس أن تكون ذات أهداف ديناميكية واستباقية، هو أهم شيء أن يكون في عمقنا أو دوائرنا الحضارية المباشرة. في فترات سابقة تحدثنا كثير عن العمق العربي، وفي أسابيع قليلة لا تزال الجزائر ترأس القمة العربية انطلاقا من قناعة بأن هذا البعد العربي هو عمقنا الحضاري الذي يمكن أن يعطينا عناصر القوة وعناصر دعني أقول التفاوضات الاستراتيجية لإعادة ترتيب النظام الدولي الذي يعيش مرحلة انتقالية. طبعا إلى جانب الدائرة العربية والإسلامية هناك العمق الإفريقي، وعندما نقول عمق إفريقي هو أولا عمق بالإرث التاريخي. نذكر أن الجزائر تقريبا كانت الدولة التي رائدة في تصدير قيم الحرية والتحرر انطلاقا من ثورتها المباركة، وعلى هذا الأساس فإن الدبلوماسية الجزائرية هي انعكاس الالتزامات 54 ثورة أول نوفمبر حاضرة في هذا العمق. انطلاقا من هذا البعد الإفريقي كيف نترجمه كعناصر قوة والقدرة، بمعنى هذا الإرث التاريخي والحضاري هو يتم ترجمته انطلاقا من العودة، هذه العودة دعني أقول عودة ديناميكية لكن استباقية في إطار استراتيجيات القائمة. وهنا أعتقد أن أحد الأهداف الأساسية على المستوى الدبلوماسي الجزائري هو كيف نسعى إلى تحقيق أهداف وطموحات أجندة إفريقيا 2063، هو انطلاقا من الذكرى المئوية لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963. إذا بعد 100 سنة هناك مجموعة من الأهداف، الجزائر التزمت أن تكون أكثر دول فاعلة في تطبيق تلك الأهداف. طبعا إلى جانب ترجمة البعد الدبلوماسي العالمي، وهنا الأجندة للتنمية المستدامة للأمم المتحدة آفاق 2030. إذا انطلاقا من هذا فإنه كيف نترجم عناصر القوة، الإرث الحضاري، الإرث التاريخي إلى ترجمة لعناصر قوة أن تكون الجزائر ضمن القارة الإفريقية كفاعل على مستوى كل الاتجاهات. ربما قبل يومين فقط كنا في الأمم المتحدة نطالب كلسان حال للقارة الإفريقية داخل الجمعية العامة أن نعيد ترتيب الأمم المتحدة خصوصا إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي. والجزائر بمناسبة أحد الأعضاء للجنة العاشرة للاتحاد الإفريقي التي تطالب وترافع من أجل مقاعد لمجلس الأمن الدائمة وغير دائمة انطلاقا من الظلم التاريخي الذي أصاب هذه القارة. وبالتالي الجزائر هي لسان حال كما نقول دائما للقارة الإفريقية.
طبعا كيف نترجم كل هذا على المستوى القوة؟ لأن لا يمكن أن تطالب إذا لم تكن لديك عناصر القوة. وأحد عناصر القوة التي تترجمها إلى قدرة للتأثير في الوحدات الدولية أن يكون لديك اقتصاد قوي، أن تلجأ إلى هذا هو ربما القمة في حد ذاتها. كيف نعطي للتصنيع مكانته؟ كيف يمكن أن نخلق ديناميكية في القارة الإفريقية؟ وهنا هذه القوة إذا حسبناها بالمفاهيم الاستراتيجية الثابتة غير متحركة، دائما ما نقول أنت لديك 1.2 مليار مستهلك، كيف تترجمه إلى قوة لاقتصاد السوق؟ وهنا بالمناسبة اجتماع من التصنيع إلى تفعيل منطقة للتبادل التجاري الحر التي دخلت حيز التنفيذ في أول جانفي 2021. وبالمناسبة الجزائر كانت من أول المصادقين على هذه الاتفاقية، على أساس بأن إفريقيا إذا أرادت أن تترجم قوتها على المستوى الدولي يجب أن يعكسها ميزان قوة اقتصادي وتجاري، ونحن نمتلك منها الفواعل كثيرا. ربما فيما بعد سنتحدث عن هذه العناصر المترجمة في الواقع، إذا تحدثنا عن طريق العابر للصحراء، إذا تحدثنا عن وغيرها من المشاريع الكبرى. بروفيسور، بما أننا معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ حمزة بوغادي، أريد أن تحدثنا يعني بما أنك مختص في الاقتصاد عن تقييمكم الاقتصاد الإفريقي خاصة في هذا الوضع الرهن. البروفيسور تحدث عن مشاريع كبرى، عن عدة عوامل، حدثنا عن تقييمكم لهذا الوضع الاقتصادي العالمي. أكيد، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالحديث تقريبا عن دائما عن البعد الإفريقي للجزائر، تقريبا لباس أنه نتحدث عن السياق العام الحالي. الجزائر تمشي بسياسة متناسقة أو بمخطط متناسق في عودة الديناميكية خصوصا في الجانب الخارجي. لما نشوف بنفس التواتر أو بنفس الوتيرة يوجد تكامل في هذه المحطات، البعد العربي في جانبه السياسي أو في جانبه الاقتصادي، دائما يوجد هناك تكملة في تقريبا في المواضيع خصوصا في الشق الخارجي، البعد المتوسطي والبعد خاصة البعد الإفريقي. نعود نرجع أنه البعد الإفريقي تقريبا أنه الجزائر كانت من الدول الأكثر صلابة والأكثر ثباتا تقريبا في خصوصا في الجانب التضامني في القطاع الاقتصادي مع الدول الإفريقية. لما نتكلم عن ديون الجزائر اللي تقريبا يعني تغاضت عنها الكثير من الدول اللي كانت تعاني او اللي وصلت لدرجه يعني من الصعوبات الاقتصاديه، يعني اللي خلتها في صعوبات كبيره. هذا من جانب. من جانب اخر تقريبا دائما كانت الجزائر يعني في الهيئات العالميه الماليه العالميه او الهيئات التابعه لمختلف برامج التنميه في الامم المتحده او البرامج الإقليمية كالبنك الإفريقي أو الاتحاد الإفريقي. الجزائر دائما كانت ملتزمة أيضا بمساهمتها المالية وبمساهمتها المعنوية والمادية. هذا تقريبا في السياق. نعود نرجع أنه تقريبا لو نتكلم عن أو نعطي لمحة عن الدول المجمل الدول الإفريقية، يعني لما نتكلم عن الإمكانيات جد جد كبيرة. تقريبا الإفريقية تزود كل الدول الصناعية بمختلف المواد الأولية، من مواد طاقوية إلى مواد يعني نادرة تدخل في صناعات دقيقة من بينها الصناعات التكنولوجية. ولو نتكلم حتى على النسب، يعني بنسب كبيرة تمون هذا السوق العالمية. نتكلم أيضا عن يعني التنوع الجغرافي أو التنوع الطبيعي اللي تزخر به تقريبا كل الدول الإفريقية. الموارد الطبيعية كالمياه، يعني توفر المياه يعني بالبحيرات الكبرى، النيل، المياه الطبيعية أو الجوفية عفوا، تقريبا الموقع الجغرافي الذي يتوسط العالم يعني اقتصاديا، يعني هذا الشيء يعني امر يعني في غايه من الاهميه. تقريبا نتكلم عن موانئ تتوسط العالم او تتوسط الحركه التجاريه العالميه. لكن لما يعني نتكلم عن واقع الحال لمجمل الدول الافريقيه، نجد انه تقريبا الاقتصاد او الناتج المحلي للدول الافريقيه بغض النظر انه تقريبا سوق كبير يمثل اكثر من مليار وقريبا 300 مليون نسمه، تقريبا انه التركيبه الديموغرافيه يعني هي
تركيبة شابة يعني طاقات هائلة، لكن في الواقع نجد أن الاقتصادات فيه أولا على المستوى الأول كان فيه تفاوت ما بين الدول، كان فيه تفاوت كبير ما بين دول يعني حققت يعني نتائج جد طيبة في ناتجها الإجمالي الداخلي أو في إصلاحاتها الاقتصادية، يعني نتكلم كالجزائر اللي أصبحت يعني دولة جد يعني محورية، وما بين الدول الثلاثة الأقوى اقتصاديا في إفريقيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا عفوا. نتكلم أيضا عن أنه التفاوت أيضا حتى في كثير من الدول يعني خصوصا في مجالها الصناعي أو ما زالت تعتمد على عتاقة الإنتاج أو عتاقة وسائل الإنتاج، يعني عندها وسائل إنتاج وهي أو يعني ننظمها أو نموذجها الاقتصادي يعني جد جد يعني جد قديم غير محدث. تقريبا القيمة المضافة في هذه الاقتصادات ضعيفة لتعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الأولية يعني بقيم مضافة جد ضعيفة، لذلك تقريبا هذا هو واقع الحال الدول مجمل الدول. معك أستاذ أبو بغادي، بما أن الجزائر يعني دولة تبذل جهود معتبرة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، هذا التكامل الاقتصادي المنشود الذي يسعى الاتحاد الإفريقي منذ تأسيسه إلى تحقيقه من خلال معاهدة أبوجا لسنة 1991 وتأسيس مبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقيا نيباد، أو حتى بعدها تأسيس منطقة التبادل الحر، في رأيكم ما هي الآليات التي انتهجتها الجزائر من أجل الدفع بالاقتصاد في الاتحاد الإفريقي؟ تقريبا يعني منذ الاستقلال الجزائر رفعت من اجل الاستقلال السياسي يعني والحريه كما قال تفضل استاذنا، يعني في تقريبا في مجمل الدول التي كانت تعاني من الاستعمار، هذا الشيء تقريبا هذا هو الاطار العام او الفلسفه اللي كانت تتميز بها الجزائر منذ الاستقلال. ايضا المبادرات دائما كانت المبادرات يعني خصوصا في المحافل الدوليه او خصوصا عن العمل يعني البيني ما بين الاتحاد الإفريقي وعلى سبيل المثال الدول الأوروبية أو الدول الاستعمارية القديمة، كان دائما يعني أنه تقريبا لو نتكلم عن الاقتصاد أو الاستقلال الاقتصادي الدول الإفريقية، إفريقيا عانت تقريبا من تأثير النفوذ خصوصا المستعمرين الدول يعني المستعمرة سابقا، كان دائما في تعطيل أو في دائما في تأثير خارجي على بناء أو يعني بلورة أي نموذج اقتصادي ممكن أنه ينجح أو ممكن أنه يدفع باقتصادات الدول الإفريقية لتنمية حقيقية وتنمية مستدامة. الجزائر كانت يعني دائما من على سبيل المثال في 73 حوار جنوب يعني كثير من التنبيهات أو كثير من العمل اللي قامت به الدبلوماسية الجزائرية حتى تضمن يعني حق الدول الإفريقية في تطوير اقتصادها أو في التمتع بخيراتها ثرواتها والتحكم فيها يعني بما يخدم مصالح شعوبها وما يخدم اقتصاداتها لتخليها أنها تذهب إلى مستويات من التقدم جدا معتبرة. نعم أستاذ بوغادي، أعود إليك بروفيسور صايج. إذن أفادنا الأستاذ بوغادي عن الدبلوماسية الاقتصادية والجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي داخل هيكل الاتحاد الإفريقي لصالح كل دول إفريقية. الأكيد أن الجزائر لها تجربة كبيرة ومهمة في الشق الأمني، ما هي هذا عن الشق الاقتصادي، ما هي الإضافات الأمنية التي حققتها الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي؟ طبعا الآن عندما نتحدث عن الأمن الشامل فهو بأبعاد متعددة. نعم. بمعنى أنت لا يمكن أن تعزل الأمن العسكري أو الأمن ما يسمى بالتهديدات لا تماثلية. نعم. عن التنمية، وبالتالي دائما ما يقال أن الأمن هو التنمية والتنمية هو الأمن، بمعنى عملة واحدة بوجهين. طبعا هنا في هذا الإطار الجانب الكلاسيكي للدبلوماسية الجزائرية كما سبقني الأستاذ أنها استطاعت أن تحرر أكثر من 20 دولة إفريقية، وهذا يحسب لها في بداية استقلاليات في الستينيات من القرن الماضي، وكان هذا مهم بالنسبة إلى الكثير من الدول الإفريقية حتى أصبحت تدمغ دبلوماسيتنا على أساس أنها مكت الثوار، بمعنى أنها دائما ما هي داعمة للحركات التحررية حتى تكون هذا الشعار الكبير إفريقيا الإفريقيين، وهو شعار تم ترجمته عن طريق الفعل، وهذا الفعل تم على مستوى الدبلوماسية في منظمة الوحدة الإفريقية سابقا أو الاتحاد الإفريقي حاليا، وخصوصا
مع موقفها الثابت مع آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، بمعنى أنك لا يمكن أن تبني السلم والاستقرار إذا بقيت دولة محتلة لدولة أخرى، وهذا ما عملت عليه الجزائر على كل المستويات. طبعا الجانب الآخر في تقديري وهو مهم جدا، حتى عندما انتقلنا إلى مرحلة التهديدات اللا تماثلية، والآن أنت تعرفي الآن بأن السيد رئيس الجمهورية هو منسق المقاربة الشاملة وذات الأبعاد المتكاملة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا، بمعنى هو منسق هذه. وهنا في الفترة الأخيرة طرح السيد الرئيس مجموعة من المبادئ أو القواعد التي على أساسها يتم بناء السلم والاستقرار انطلاقا من تطبيق تلك القرارات. أهم تلك القرارات حتى نذكر فقط أن الجزائر رفعت أن يكون هناك قائمة موحدة إفريقية للتنظيمات الإرهابية بكل أشكالها، واثنين وهو مهم أن يتم هناك قاعدة للبيانات والتنسيق الاستخباراتي حتى يتم تصفية القارة الإفريقية من التنظيمات العابرة للقارات. واتضح للأسف أن بعض التنظيمات تم توظيفها عن طريق التدخلات العسكرية خصوصا في منطقة الساحل، وانتقلت حتى إلى العمق ما يسمى بالمثلث الاستراتيجي سواء بين الكاميرون، وبالأمس فقط كان ضحايا بالنسبة إلى تشاد، وهي منطقة فيها تقريبا 3 أو 4 دول إذا حسبت نيجيريا تشاد النيجر والكاميرون، بمعنى أن الجزائر في هذه الرؤية تدفع كذلك، وهي الدولة السباقة إلى غاية اليوم فيما يتعلق بتجريم الفدية. اتضح بأن مفاوضات الجماعات الإرهابية مع الدول الخارجية قد ساهمت في تعبئة وإيجاد ملاذات آمنة لتلك الجماعات انطلاقا من دول غربية التي باسم حقوق الإنسان في كثير من الأحيان هي التي دعمت تلك الجماعات وأوجدتها بتدخلاتها الخارجية. إذن المقاربة الجزائرية لا تزال ترافع حتى في منطقة الساحل إذا أخذت البعد القاري، لكن عودي إلى البعد الساحلي. في 2010 الجزائر كانت من المبادرين إلى إيجاد الدول الميدان الأربعة على أساس أنه يمكن إيجاد قوة عسكرية مستقلة، وانطلاقا من هذا تم ترجمته داخل الأمم المتحدة، بمعنى إذا حسبنا البعثات الأمم المتحدة تقريبا 70% فيها موجودة في القارة الإفريقية. إذا لماذا لا تكون للقارة الإفريقية وجود داخل الأمم المتحدة؟ لماذا لا نخلق قدرات عسكرية مستقلة عن تدخلات الخارجية بغض النظر عن شراكاتنا؟ هنا يجب أن نميز بين الشراكات التي هي شراكات للأمن في إطار الأمم المتحدة، بمعنى أن لدينا شراكات للحوار الأطلسي، شراكات 5+5 دفاع مع غرب المتوسط، بمعنى أن الأمن الشامل لم تعد الدول معزولة عن تهديدات العابرة للقارات، سواء تهديدات بيئية لاحظنا في كوفيد، تهديدات الإرهاب العابر الحدود، تهديدات فيما يتعلق بالجانب الآن ثورة التكنولوجيا البيولوجية وحتى النووية. إذن هذا كله جعلت الجزائر تقريبا الدولة الرمز أو المحور التي ترافع من أجل استقلال وسيادة هذه الدول انطلاقا من مقاربة إفريقية شاملة، لكن لا تعزل الشراكات مع القوى الأخرى في إطار تطبيق السلم والأمن التابع لميثاق الأمم المتحدة، وهو ديدن الجزائر تقريبا في جميع المحافل. إذن هذه هي نقطة مهمة. وأعود إلى النقطة الأخرى الآن، إلى غاية اليوم كما قلت الجزائر تدرك بأن المرحلة التي نعيشها المرحلة الانتقالية هي بحاجة، وهو هذا الصوت الذي نرفعه دائما، هي بحاجة أن تكون صوت القارة الإفريقية بمعزل عن الاستقطابات الخارجية، بمعنى أنت لديك الحرب الروسية الأوكرانية الأطلسية، ما يحتاجه الآخرين هو استقطاب. لاحظي ذلك الحياد الإيجابي سواء داخل الدائرة العربية أو داخل الدائرة الإفريقية، أن الجزائر، وهذا في تقديري نابع من الثورة الجزائرية ونابع من ترأسها في كثير من الأحيان منذ السبعينيات لحركة عبد الحياز التي تم ترجمتها في جميع القرارات سواء داخل الجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي، بمعنى أن سلوكنا لا نريد الحلف العسكري لا لألف ولا إلى باء، وإنما القارة الإفريقية أن تساهم في تذليل النزاعات التي ستكون القارة الإفريقية الخاصة الأكبر. لاحظنا ذلك في كوفيد انعكاسات، وهنا سنتحدث الآن في هذه اللحظة التاريخية عن تهديدات ثلاثية الأبعاد. كوفيد لا تزال تأثيراته، التغييرات المناخية لا تزال تأثيراتها، والحرب الروسية الأطلسية لا تزال تأثيراتها
بعدة نعم. مستويات نعم. سواء بالأمن نعم الغذائي بروفيسور. أو باللاجئين أو بالهجرة أو نعم. غيرها نعم. من التهديدات. نعم بروفيسور، فكرة واضحة. أعود إليك الأستاذ بوغادي، إذن تطرقوا بإسهاب البروفيسور صايج عن مفهوم الأمن وكل الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والجزائر خاصة من أجل مكافحة الإرهاب وتطرف العنيف ونبذ العنف. ماذا عن الأمن الغذائي والطاقوي وعلاقته بالأمن الأمن الشامل في إفريقيا؟ أكيد يعني تقريبا تكملة لما تقدم به أستاذنا، أكيد أنه التأثيرات تقريبا تأثيرات الوباء، نتكلم اقتصاديا تم فقد أكثر من 22 مليون وظيفة في قارة إفريقيا. نتكلم أيضا عن أنه الإرهاصات لحرب الروسية الأوكرانية اللي تعتبر تقريبا الممول الرئيسي لمجمل الدول الإفريقية، ونتكلم عن أنه وضعت كثير من الدول الإفريقية في موضع خطر أو في موضع يعني على باب أزمة غذائية خطيرة. لذلك كان فيه تعبئة، وكانت فيه الجزائر من بين الدول اللي نسقت أو كان مبادرة لهذه التعبئة، تعبئة تقريبا 1.5 مليار دولار في لمرفق إفريقي للاستجابة لهذا يعني لهذا الأمر الطارئ أو للأمن الغذائي. لكن نذهب تقريبا إلى نخرج من سياق الأزمة ومن إطار الأزمة. تقريبا الدول الإفريقية من أكثر القارات من بين القارات اللي تمتلك أراضي خصبة، يعني تقريبا أكثر من 500 مليون هكتار يعني صالحة للزراعة وصالحة للاستغلال. تقريبا الموارد المائية يعني بشكل جد جد كبير. لذلك يعني لما نتكلم عن المقاومات، يعني المقاومات الفلاحية والزراعية لتحقق الأمن الغذائي يعني موجودة، الكادر البشري أيضا موجود، لكن يعني التنسيق على تقريبا على مستوى الهيئات اللي تابعة للتنمية الإفريقية كان دائما يعني لا يرجو إلى تقريبا النتائج المرجوة أو إلى المخططات المرجوة. نتكلم عن أنه الجزائر الآن يعني في المقاربة الاقتصادية أيضا الجزائرية تبحث عن يعني إعطاء تقريبا النموذجها في الإصلاحات الكبرى، وخصوصا في الميدان لما تكلمنا لما فتحنا يعني شق الأمن الغذائي. نعم. تقريبا المسارات يعني أو خطوات كبيرة مشينا فيها احنا في الجزائر. الجزائر تبحث عن يعني استلهام التجربة الجزائرية بمساعدة كل الدول الإفريقية لتدخل داخل أو تحت يعني هذا الغطاء أو تحت يعني السقف الإفريقي، حتى تمكنها من أنها تزيد في مستوى الأداءات القطاعات الفلاحية والزراعية على مستوى الإفريقي. حتى نتكلم يعني الاجتماع على المستوى التنفيذي يتكلم عن الصناعات. تقريبا من بين الصناعات اللي سوف يتم التركيز عليها هي صناعات يعني العتاد وصناعات الآلات اللي تدخل في الميدان الفلاحي، بعيدا عن ممكن عن الصناعات اللي الدقيقة اللي تأخذ مسارات جدا معقدة يعني أو تأخذ يعني كثير من الموارد المالية حتى تتمكن من إقامتها. الدول الإفريقية في مجملها يعني تبحث عن تأمين هذا يعني هذا الشق الغذائي بهذا يعني بهذه الخيارات يعني الخيارات الصناعية. أيضا يعني نتكلم عن أنه تقريبا الدول الإفريقية الآن يعني في تغير حتى في أو صحوة في سياسات الدول الإفريقية، تبحث عن الشراكات أو تبحث عن الاحترام والندية في شراكات مع الدول خصوصا الدول الغربية أو الدول يعني تقريبا المستعمرة الدول الاستعمارية السابقة اللي كانت عندها نفوذ كبير في هذه الدول. يعني تبحث تقريبا في صحوة ضمير، في تغيير في المنطقة في سياساتها الخارجية، وشفنا الديناميكية لكثير من الدول مؤخرا تبحث عن هذا يعني هذا التموضع الجديد. نعم شكرا لك أستاذ بوغادي. بروفيسور صايج، تحدثت قبل قليل عن مكامن القوة داخل الاتحاد الإفريقي. من أهم ربما هياكل الاتحاد الإفريقي مجلس السلم والأمن الإفريقي، هذه الدائرة الأكثر حيوية التي سيطرت عليها الجزائر لسنوات، رغم أن الاتحاد الإفريقي يضم 44 دولة أعتقد، لكن رغم ذلك الجزائر لسنوات على لسان
ربما سيطر عليها وزير الخارجية رمضان عمامرة وبعدها إسماعيل شرقي، ألا يعكس هذا ربما قوة الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي؟ ما قراءتكم لترأس الجزائر لسنوات لهذه الدائرة الحيوية؟ طبعا أنت محقة، 54 دولة الآن أصبحت 55 دولة، و44 دولة أنت محقة لأنها هي عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية للتبادل التجاري الإفريقي. إذن هنا تحدثنا عن إصلاح منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت منذ 99 الاتحاد الإفريقي بآليات جديدة، وهنا ربما دائما ما نقارن بين الجامعة العربية وآلياتها في إصلاحها وبين الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي أخذ أو أوجد آليات لإعطاء ما يسمى بالهندسة الأمنية الإفريقية الإفريقية، وبالتالي مجلس سلم الأمن الإفريقي أصبح كمفوضية يلعب دور أساسي في الوقاية من النزاعات وحلها وتسويتها، وهذا الإطار الجزائر كانت من صاحبة المقاربة لإعادة هذا الإصلاح وإعطاء هذا الدور، وهذا ما أدى الإجماع الإفريقي عندما تحدثت عن شخصيتين فاعلتين سواء سيد رمضان العمامرة أو حتى سعيد الجنيد في رحمة الله عليه في فترات سابقة أو إسماعيل شرقي، هذا الدور هو ليس لشخص في حد ذاته بقدر ما هي للمكانة الجزائرية. هذا الإجماع الإفريقي أولا انطلاقا من القدرة الجزائرية للتمويل الدائم للحضور الدائم، وفي نفس الوقت الاعتراف بهذه المكانة داخل القارة الإفريقية. قبل قليل كنت أتحدث عن الصورة النمطية لدى الأفارقة، أن الجزائر هي مكة الثوار، أن الجزائر بثوراتها ساهمت ليس فقط على المستوى السياسي، وإنما قبل قليل تحدث عن قضية تأمين المحروقات في أحد أبعادها هو استرجاع السيادة للأفارقة على ثرواتهم، وإلى غاية اليوم أحد المعوقات بناء السلم والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي أن الدول الكلاسيكية الاستعمارية تزال مهيمنة على الثروات الحيوية أو ذات الأبعاد الحيوية وحتى المجالات الحيوية البحرية وغيرها، أتحدث عن اليورانيوم أو الذهب سواء في النيجر أو في مالي وغيره. إذن انطلاقا من هذا أن المكانة الجزائرية أنها ساهمت أو الاعتراف كما قلت بالمكانة الدبلوماسية، لكن المساهمة في آليات، وهنا في كثير من الأحيان شخصيات دبلوماسية جزائرية تم تعيينها كمبعوثين للأزمات سواء في البحيرات الكبرى أو في القارة الإفريقي، وهذا الاعتراف في حد ذاته هو دعني أقول هو تكريس لمرآة عاكسة لما نسميه بالدبلوماسية الحيادية الإيجابية، بمعنى أن الجزائري عندما يذهب إلى الأزمات فهو موثوق فيه، شخصية موثوق فيها، ثانيا أن لديها ثقل الدولة وسمعتها، وثالثا أن جميع الأطراف المتنازعة، لاحظي مثلا ما يجري في الأزمة المالية، وهذه الأزمة المالية كلما تعقدت بمسارات الجزائر 1990 اتفاق تمن راست، 2006 اتفاق الجزائر، وغاية اتفاق مسار الجزائر لبناء السلم والمصالحة في مالي. إذن أعتقد أن هذه المكانة والآلية هي اعتراف بالسمعة بالمكانة وبالشخصية الموثوق فيها. نعم بروفيسور، دائما في مكامن القوة للجزائر داخل هيكل الاتحاد الإفريقي، السيد رئيس الجمهورية بصفته منسقا لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والنبذ العنف أصدر تقريرا في آخر مشاركة له داخل قمة الاتحاد الإفريقي، قدم فيه جملة من المقترحات تفضلت بها تهدف كلها إلى تعزيز الوحدة الإفريقية. من النجاحات التي تحسب أيضا الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي هو نجاحها رفقة أصدقائها في تعليق عضوية الكيان الصهيوني بصفته مراقبا. الجزائر يعني علنيا هي ضد الكيان الصهيوني، لكن ما مدى خطورة تغلغل الكيان الصهيوني داخل الاتحاد الإفريقي بروفيسور؟ طبعا هذه نقطة مهمة بالنسبة إلينا، بمعنى أنت أشرتي إلى الاختراق الصهيوني. نعم، وهنا هذا الاختراق في حد ذاته أن أهم شيء يهدف إليه الكيان الصهيوني هو هدفين أساسيين، أولا كيفية الاستيلاء على الموارد المائية في إفريقيا، وعندما نقول أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل فهو ما وراء النيل، عندما تقول النيل فعندي لديك العمق السوداني والإثيوبي الذي هو في صراع الآن ويمكن أن تكون بؤر للنزاعات في القارة الإفريقية انطلاقا من هذا التدخل الإسرائيلي في المنطقة. لكن البعد الثاني هو البعد الأمني،
سوف تلاحظي تقريبا كل النزاعات أو بؤر النزاعات الأهلية الداخلية إلا ما كنا نسميه في السبعينات دبلوماسية الأوزي. الأوزي هو الرشاش ذو الصنع الإسرائيلي الذي يمول الجماعات المسلحة انطلاقا من إذكاء النزاعات بما يخدم مصالحها. وهذين الهدفين هي الآن الجزائر تريد أن تبعد هذه الدولة أو هذا الكيان من المنطقة من التغلغل إلا بالاعتراف فيها بالدولة الفلسطينية انطلاقا بالمبادرة العربية التي تم التوافق عليها جميع الدول العربية. وبالمناسبة أحد أهداف الثقل الجزائري أنت تمتلكين عاملين أساسيين، أنت تمتلكين الآن مقر أفريبول وهو الشرطية الإفريقية الذي فيه تنسيق عالي جدا فيما يتعلق بالبيانات المتعلقة بالتهديدات والجرائم المنظمة وغيرها، لكن لدينا مركز للتفكير تابع الاتحاد الإفريقي وهو مكافحة الإرهاب. إذا انطلاقا من هذه الرؤية أن الجزائر بقيت وهي منسقة على مستوى للأسف بشمال إفريقيا، تقريبا مجموعة الدول مشت معنا في هذا الاتجاه لكي نطرد عضوية مراقب لإسرائيل باستثناء دولة واحدة هي المملكة المغربية للأسف. وهذا الاختراق في حد ذاته هو يذهب إلى تفكيك القارة الإفريقية بما يخدم الأجندة الصهيونية التي لا تريد قارة إفريقية قوية، لا تريد تعاون إفريقي عربي كما كان في السبعينيات. وللأسف في بعض الأحيان فقدنا هذه القارة التي كانت مصطفى مع الخيارات الاستراتيجية للصراع العربي الإسرائيلي في السابق على حساب التطبيع العربي الإسرائيلي الذي أدى بالكثير من الدول الإفريقية أن تكون خلف تلك الدول العربية. لكن كما قلت الديناميكية الجزائرية هي التي أثبتت هذا الإجماع داخل القارة الإفريقية بأن الدولة المحتلة لا يمكن أن تكون عضوا مراقبا داخل قارة شعاره الأساسي الحرية ومكافحة الاستعمار والتمييز العنصري بكل أشكاله. وبالمناسبة كنا من المدافعين مع دعما لمانديلا لنظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا الذي كان بعنصرية أوروبية، لكن الآن جنوب إفريقيا التي أصبحت في دول بريكس ساوث أفريقيا أصبح الآن النخب الإفريقية في جنوب إفريقيا تعترف بهذا الدور للجزائر، وحتى مانديلا الرمز الذي تعلم الثورة وأدبياتها في هذه الجزائر الطاهرة. إذن هذه الرؤية مهمة بالنسبة إلينا، تعطيك الثبات الاستمرارية في مواقفنا التي لا نحيد عليها مهما تغيرت البيئة الجيوسياسية سواء إقليمية أو دولية. نعم أستاذ أبو غادي، إذن دائما نبقى في نقاط قوة الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي. الملاحظ أن الجزائر خلال هذه السنة الاقتصادية بامتياز سعت إلى تعزيز شراكاتها مع عديد الدول الإفريقية من خلال مشاريع ضخمة. الجزائر التي لها موقع جغرافي مهم جدا، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الموقع الجغرافي أن يجعلها ربما همزة توصل بين أوروبا وإفريقيا يجعلها أكثر قوة في الاقتصاد أستاذ بوغادي؟ أكيد، يعني الجزائر هي بوابة إفريقيا وهي الأمر الناهي تقريبا. لو نتكلم عن كل المقومات التي لا تعد ولا تحصى من موقع جغرافي يعني أو يعني من مساحة كبيرة وكل يعني بكل المقومات الطبيعية من خيرات يعني من ثروات معدنية أو يعني طاقة تقريبا، خصوصا في هذا السياق الحالي الجزائر من أكبر الدول الطاقوية في إفريقيا. أيضا القارة الإفريقية تتميز أيضا بثراء طاقوي كبير خصوصا في السياق الحالي، تعتبر فرصة ذهبية لكثير من الدول الإفريقية حتى تتموقع أو حتى تأخذ مركز يعني مهم لتقريبا لتقبل أو لاستقبال استثمارات. يعني تقريبا كانت في كثير من الأحيان يعني لا تملك الخيار، يعني عندها ثروات باطنية تصدرها ويعني وتبني سياساتها موازناتها العامة أو إنفاقها حسب هذا يعني حسب هذا التصدير لهذا المواد. لكن الآن نتكلم عن تقريبا الجزائر يعني عندها مقاربة تقريبا اشتراكية أو عفوا تشاركية في الاقتصاد. الجزائر أعادت إحياء أو دفعت بتفعيل المنظمة الحرة. ما هي شروط بالمناسبة نجاح منطقة التجارة الإفريقية أستاذ بوغادي؟ تقريبا يعني بعودة الدبلوماسية خصوصا في شقها الاقتصادي والتحركات الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية فعلت يعني من دور أو فعلت في أو سرعت في إدخالها في حيز التشغيل يعني منظمة التجارة الإفريقية. نتكلم أو تقريبا الإرث كما قال أستاذنا الإرث الدبلوماسي
الدبلوماسي والسياسي تقريبا دائما هو اللي يعطيك التأثير، خصوصا في الجوانب الاقتصادية. لما تكون يعني عندك يعني مقاربة اقتصادية رابح مبنية على الاحترام على الندية، يعني دائما يعني فيه يعني دائما نية حسنة من قبل الجزائر، خصوصا في علاقتها الاقتصادية مع كل هذه الدول. هذا الأمر كان فيه تأثير، عطى التأثير الإيجابي في هذا المسار الاقتصادي. يعني تقريبا المنظومة السياسية أو يعني الإرث السياسي والدبلوماسي أعطى تأثير إيجابي في تفعيل وتسريع دخول هذه المنظمة حيز التشغيل. نتكلم أيضا عن أنه تقريبا الإصلاحات الاقتصادية اللي باشرت فيها الجزائر أعطت يعني هذا أيضا أعطت هذا الدفع أو هذا الزخم من يعني النشاط، خصوصا في الشق الخارجي، حتى تمشي بالموازاة مع كل الدول الإقليمية اللي تحيط بالجزائر وتخليها في مسار تنموي ينفع الجزائر أو يعود يعني بالصالح لمختلف هذه الدول. نعم، شكرا لك أستاذ بوغادي على كل هذه التفاصيل الخاصة بمنطقة التجارة الإفريقية. شكرا لبروفيسور صايج أيضا على كل هذه الإفاضات. إلى هنا نأتي إلى نهاية الحدث وننتقل إلى الملف الدولي. إذن ينضم إلينا الزميل بدر الدين عباسي للحديث عن مواصلة المخزن لانتهاكاته للأعراف الدولية ومضاعفاته من اعتداءاته على حقوق الإنسان. مساء الخير بدر الدين. أهلا بك. إذن أهلا بك زميلة سكينة وبمشاهدينا الأكارم في هذا الملف الدولي الذي سنتحدث فيه عن واقع ملف حقوق الإنسان في المغرب، حيث إذن أعلن مجلس يقول هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء أعلن التصعيد من خلال الاستمرار في الاحتجاجات ورفض الاتفاق الذي توصل إليه مع مكتب جمعية هيئات المحامين مع الحكومة المغربية. تفاصيل في سياق تقرير سميرة طهر. احتجاجات واسعة وإضرابات متواصلة تضع المغرب على فوهة بركان. المحامون وأهل القانون يؤكدون الاستمرار في التصعيد والاحتجاج رفضا للإجراء الضريبي الجديد وقانون تنظيم مهنة المحاماة، اللذين يشكلان حسب أصحاب الجبة السوداء استهدافا ممنهجا للمهنة وأساسا خطيرا باستقلاليتها وبحصانة الدفاع. إلى ذلك جريمة التطبيع التي يستمر نظام المخزن في استكمال أركانها بإغراق المغرب بالصهيانة الشاملة لا زالت تثير سخطا كبيرا وردود فعل شديدة اللهجة لدى المواطن المغربي. بالنظر إلى التهديد الذي تشكله على أمن واستقرار البلاد والمنطقة ككل، فها هي مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين تستنكر استمرار نظام المخزن في التطبيع وترفض كل الاتفاقيات الحكومية مع الكيان الصهيوني، كما تدين بقوة تصويت البرلمان عليها، وهي تؤكد أن التطبيع المخزي الذي يراد فرضه على الشعب المغربي مرفوض لمخالفته للمواقف التاريخية الراسخة إزاء القضية الفلسطينية العادلة، معتبرة كل موافق عليه شريك للصهاينة في مجازرهم في حق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم. ويعتزم مناهض التطبيع تنظيم وقفة شعبية بالرباط الثلاثاء القادم تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع بكل أشكاله. لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا في البلاطو الدكتور محمد بن خروف المحلل السياسي. أهلا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. طيب، بداية أعود إلى ردود الفعل التي كانت مستنكرة حول اعتقال وزير حقوق الإنسان السابق المغربي في ظروف لا إنسانية، وهو أيضا نقيب المحامين بالمغرب. كيف قرأت ظروف هذا الاعتقال التعسفي من قبل نظام المخزن، و ما هي الدلالات التي يمكن أن يقدمها لنا هذا الاعتقال للمشهد في حقوق الإنسان في المغرب؟
أعتقد أن الأوضاع التي آلت إليها المملكة المغربية والسياسات المنتهجة من نظام المخزن عبر سنوات هو الذي أنتج هذا الوضع من الغليان للجبهة الشعبية المغربية بكل أطيافها. ملف حقوق الإنسان ليس وليد اليوم في المملكة المغربية، بل هو منذ عشرات السنين والنشطاء السياسيين يقمعون ويسجنون في محاكمات غير عادلة، في محاكمات بعضها عسكرية، ناشطون صحراويون وناشطون مغاربة، ناشطون من حقوق الإنسان. كلنا يذكر المظاهرات العارمة في الريف واعتقال نشطاء الحقيقيين وسجنهم، ولم يتحرك لا المجتمع الدولي ولا أي منظمات حقوقية إنسانية عالمية. يعني كان هناك تكتم على ما كان يحدث داخل المملكة المغربية من تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان. لكن ربما الشعب المغربي في هذا السياق دكتور، نعم، محمد، يعني ما الذي يعني أن يتم اعتقال وزير سابق و يحمل قبعتين، هو حقوقي وكذلك نقيب للمحامين؟ هذا ما الذي يعني ذلك؟ نعم، هذا ما أتي إليه. ولذلك فالشعب المغربي كان صبورا ربما لانتهاكات حقوق الإنسان والوعود الكاذبة التي أطلقها نظام المخزن في كل مرة للشعب المغربي العزيز، لكن المعاملة كانت عكس ذلك. فبالتالي في الشارع المغربي خرج لينادي أولا بالاتفاقيات التي يمضيها نظام المخزن مع الصهيون كيان الإسرائيلي. هذا أثار غضبا كثيرا في الوسط الاجتماعي المغربي، لكن بقي مكبوتا. وخرجت هناك منظمات حقوقية ومن الجبهة الشعبية أيضا تطالب بحقوقها في العمل، بحقوقها في التشغيل، بحقوقها أيضا من رفع البؤس، لأنه نسبة الفقر ونسبة المجاعة ونسبة البطالة ونسبة الآفات الاجتماعية ازدادت كثيرا، وبالتالي أصبح المغربي المجتمع المغربي في واد، والسياسة التي ينتهجها المخزن في واد آخر. ومن هذه الأسباب مما دفع بالنخبة الثقافية المغربية اليوم وعلى رأسها الوزير السابق الذي ذكرتموه، نعم، بأن ينفض هذا الغبار وأن يخرج إلى الشارع ليندد بهذه الممارسات اللا إنسانية وهذه الممارسات التي لا تحترم لا المواثيق الإنسانية ولا المواثيق الدولية وحتى المواثيق العرفية المغربية الأصيلة. نعم. طيب دكتور محمد، بما أن الحديث هو عن هذه الأحداث المتصاعدة في الشارع المغربي واليوم احتجاجات المحامين الرافضين لقانون تنظيم المهنة في البلاد وهذه الاحتجاجات التي لقيت أيضا كذلك قمعا بوليسيا من طرف نظام المخزن، هنا أسألك عن هذا الاحتجاج الذي يصف قانون تنظيم المهنة مهنة المحاماة في المغرب بأنها انتكاسة وتراجع حتى عن المكتسبات السابقة، ما الذي يعنيها المساس بحقوق المحامين؟ المساس بحقوق المحامين يعني المساس بالعدالة. إذا كان المجتمع يعني تمس بالعدالة فماذا يصبح هذا المجتمع؟ مجتمع بدون عدالة يعني يصبح مجتمع كله مقموع وليس له الحق حتى في المطالبة بالحق في الحياة في بعض الأحيان. يعني إذا وصلت الدرجة إلى وصل الحال حال من التعفن السياسي والفساد السياسي والفساد الأخلاقي والفساد الاقتصادي، وصل إلى هذه الدرجة من التعفن، فلا يمكن أن تنتظر من هذا المجتمع أن يعني يبقى ثابتا ومستقرا وما إلى ذلك. واليوم الأمور اتضحت أكثر في هذا الجو الذي يسود العالم اليوم، التحولات الجيوسياسية التي يمر بها العالم اليوم، فكل دولة الآن تريد أن تتموقع أو تريد أن تجد لها موقعا في هذا العالم الجديد. فالسياسة المخزنية كانت متوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني كأنهما قوتان تضمنان للمخزن وأيضا فرنسا في الجانب الأوروبي. هذه الدول كان يعتقد المخزن بأنها هي الدول التي تحميه وتحمي كل يعني ما يتعلق بالمملكة، لكن اليوم هذه الدول نفسها وقعت في ورطة أيضا اجتماعية. فالاتحاد الأوروبي اليوم كله يمر بأزمات غليان شعبي. أمريكا تعرف اليوم أكبر أزمة اقتصادية لم تمرها يعني طوال منذ نشأتها. الكيان الصهيوني ماذا يعني ربحت
المغرب أو ربح الشعب المغربي من التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ هذه الأسئلة كلها. وهو الذي أيضا يعيش أزمات داخلية. نعم. رغم التأثير يعيش أزمات داخلية، يستفيد من هذه البلدان، من المملكة المغربية، من المخزن المغربي، من طاقات المغرب، لأن يبسط نفوذه على كل المنطقة. وبالتالي أنا قلت في مرة من المرات في بعض التحاليل، قلت أن الشعب المغربي هو الضحية الأول للسياسات التي ينتهجها المغرب ضد في 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 كدولة وظيفية في المنطقة. نعم. من تهديد استقرار المنطقة. طيب، لما تتحدث عن تنامي الوعي في المجتمع المغربي، خاصة تحدث عن وعي النخبوي، وشهدنا العديد من القطاعات وصولا إلى المحامين، وبالأمس كانوا كذلك الأطباء، وكان كذلك السلك التعليمي، فيه هناك صحوة مجتمعية داخل المغرب من أجل مجابهة هذه الممارسة القمعية للنظام المخزني، وكذلك التنديد بكل ممارساته وسياساته سواء كانت داخلية والخارجية. ما أهمية تنامي هذه الصحوة في المغرب في ظل كل الظروف الجيوستراتيجية التي تحدثها؟ أهميتها هي أنها تمثل الشعب المغربي، أنها تتحدث عن حق الشعب المغربي في إيصال صوته إلى المجتمع الدولي. لماذا؟ لأن الشعب المغربي هو الذي الآن يدفع ثمن السياسات المنتهجة من نظام المخزن، الذي توجه هذه السياسة من وراء الستار من طرف عملاء أجانب. وبالتالي الخاسر الأكبر هو الشعب المغربي، الذي لا يمكن اليوم أن يصبر أكثر أو ينتظر أكثر. لماذا؟ لأن وصل الحد إلى أن يفقد حتى كرامته، أن يفقد حتى حقه في العيش في بلده. وبذلك فانتفض هذا الشعب عبر أضيافه المجتمعاتية، سواء كانت أحزاب، سواء كانت نقابات، سواء كانت شخصيات. من بين هذه الشخصيات، الشخصية البارزة التي الوزير السابق، وأيضا الشخصيات التي كانت تقوم بالعمل النشاط السياسي لتحرير المغاربة من هذا الاحتقان الذي وقعت فيه من طرف نظام المخزن وقوات الأمن المخزنية. وبالتالي أعتقد أن اليوم الشعب المغربي يتحرر شيئا فشيئا أكثر، ويطالب أكثر بحقوقه، ويحرك المجتمع الدولي. لا ننسى بأن هناك في أوروبا جالية مغربية كبيرة جدا، وبإمكان هذه الجالية أو نشطاء هذه الجالية أن يوصلوا هذه الرسالة إلى المنظمات الدولية، في الاتحاد الأوروبي، في محكمة العدل الدولية، في منظمة حقوق الإنسان على المستوى اللجنة الرابعة لمجلس الأمن. إذن هناك ميكانيزمات يمكن أن يقوم بها هؤلاء النشطاء من أجل إيصال رسائلهم إلى المجتمع الدولي والدفاع عن حقوقهم الأساسية. ممتاز، ذكرت هذه نقطة مهمة. تحدث عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ووزير العدل الحالي في المغرب قدم تقريرا مغلوطا كعادته حول وضع حقوق الإنسان في المغرب، بل حتى أنه تهجم على بعض دول الجوار في هذا الإطار. كيف ربما أو كيف ترى دور النخبة الآن المغربية في إيصال صوت الحقيقة والواقع المعاش في المغرب رغم تعتيم الإعلام؟ في هذا الإطار، إطار نكسة الدبلوماسية المغربية مثل ما ذكرت، لأنها كانت تعتمد على مغالطات سياسية كثيرة. الدبلوماسية المغربية كانت تعتمد على صناعة الإعلام الخاطئ، صناعة الإعلام الكاذب الذي كان موجها للشعب المغربي، وأيضا موجه للمنظمات التي توجد خارج المغرب والتي لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الكيان الصهيوني أو بعض البلدان التي تريد أن تؤثر في البلدان الفقيرة أو بلدان المحيط البحر الأبيض المتوسط. إذن هذا المؤثرات هذه جعلت من النخبة المغربية أن تتكتل بكل أطيافها. يعني توجد في هذه النخبة توجد من هو إسلامي، من هو شيوعي، من هو ديمقراطي، من هو وطني. هذا أصبح يعني لا لون له ولا لغة له. اللغة الوحيدة هي ترجمة مطالب الشعب المغربي كحقوق لإسقاط الحكومات المتتولية التي فشلت في تلبية حاجيات الشعب المغربي، الحاجيات الأساسية. أذكر على سبيل المثال فقط، هناك مظاهرات شديدة لم يتكلم عنها ربما الإعلام المغربي في شرق المملكة المغربية إثر غلق الحدود مع الجزائر. مدينة وجدة المغربية وضواحيها في جيغ وما إلى ذلك كانت مدن راقية عندما كانت الحدود مع الجزائر مفتوحة. من تسبب في غلق الحدود مع الجزائر؟
الشعب المغربي الآن يطرح السؤال ويفهم من جديد. في السابق كان ربما يؤمن ما كان تروج له الإعلام المغربي، لكن اليوم يدرك الحقيقة بأن الجزائر هي التي كانت تغذي جزءا كبيرا من الشعب المغربي. هذا إذا قلنا عن الجهة الشرقية للمغرب. طيب في سؤال ربما قبل أخير، لأن نظرا لضيق الوقت دكتور محمد، ونسعد دائما بطبيعة الحال بتواجدك معنا، هذا التعتيم الإعلامي على ما يحدث في الداخل المغربي ربما أيضا يعتم على قضية مهمة، وهي الاحتجاجات المتواصلة في الريف المغربي. يعني 6 سنوات من الاحتجاجات، رفع شعارات الرافضة لنظام المخزن ومارساته، لكن لا يزال هذا النظام يقمع وبقوة كل هذه الاحتجاجات، بل ولا يزال يعتقل العشرات من النشطاء. أكيد هذه الممارسات ليست بممارسات جديدة، وقلتها في بداية عن هذه القصة، ممارسات قديمة تتكرر كلما ظهرت هناك انتفاضات أو ظهرت هناك تشكيلة سياسية أو نشطاء سياسيين يرفضون السياسات الفاشلة لنظام المخزن، كلما قمعت هذه المظاهرات. والدليل على ذلك بأن انتفاضة الريف لم تنطفئ، لم تنتهي، بل كانت مستمرة حتى بالرغم من المضايقات التي كان يتعرض لها النشطاء السياسيون في المغرب داخل المغرب وحتى أيضا خارج المغرب. فيه من النشطاء الأصدقاء في 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 فرنسا مثلا أنهم تعرضوا أيضا لمضايقات في 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 فرنسا في في والاعتقال حتى يعني. نعم، اعتقالات في قلب فرنسا. هذا دليل على امتداد هذا النظام، انتهاك حقوق الإنسان ليس فقط من طرف النظام المخزني الذي يسير من وراء الستار، من طرف جهة أخرى. لماذا؟ لأن تحرير الشعب المغربي سوف يمكن من تحرير كل المملكة، وبالتالي ربما المتتبعين للدراسات الاستراتيجية في الأفق يعني يصلون إلى نتائج أخرى ربما نتحدث عنها في فرص أخرى. نعم. طيب يا دكتور محمد، سؤال أخير، بما أنك كذلك حقوقي وناشط في مجال حقوق الإنسان، ما هي المسؤولية الملقاة الآن على نظام المخزن الذي يواصل انتهاكاته ضد المغاربة المواطنين وحتى الصحراويين في ظل هذه السياسة التوسعية القمعية؟ أعتقد أن النظام المخزن وصل إلى حد ليس له مناص، ليس له هروب، بل هو الهروب إلى الأمام، وبالتالي فليس له حل إلا اثنين. الأول انصياغ إلى كل القرارات الدولية التي تنص على احترام المواثيق الدولية الممضاة. أذكر على سبيل المثال الاتفاقية الموقعة في 1991 بين الملك الحسن الثاني وجبهة البوليزاريو التي تبقى يعني في الدرج، ولو كانت هذه الاتفاقية يعني احترمت لكان ربما اليوم المملكة المغربية في منأى عن هذه القضية، وبالتالي يعني تربح مصداقية أكثر من طرف الدول الأخرى. وبالتالي اليوم المملكة المغربية أصبحت معزولة أكثر في هذا المحيط الذي يعرف تجاذبات سياسية جديدة، يعرف تحولات، وبالتالي الآن هو في ورطة كيف يمكنه أن يخرج منها. يخرج منها باحترام المواثيق الدولية وإعادة النظر في تركيبة الأحزاب السياسية أو الحكومات التي تخدم الشعب المغربي ولا تخدم الأجندة الموجهة من وراء الستار، وهو ما تنادي به الاحتجاجات الشعبية النخبوية في المغرب. إذن شكرا جزيلا دكتور محمد بن خروف، أنت المحلل السياسي، على الحضور وتقديم كل هذه الإيضاحات. بدأ مشاهدينا نأتي إلى ختام الملف الدولي لنهار اليوم. عودة إلى زميلة سكينة. شكرا لك زميل بدر الدين عباسي. إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامج الجزائر مباشر. أشكر كل الطاقم العامل معي ليلى. ألقاكم بخير في أمان الله.